مباركة يا مملكة الآب والابن والروح القدوس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. بسلام إلى الرب نطلب، وإذ كل المؤمنين جلسوا في كل مرة في كل قداس وفي كل صلاة، هل وقت الطلبات نجلس؟ إذا كنت تطلب من ملك أرضي، هل ستجلس أمامه وتطلبه من طلباتك واحتياجاتك؟ أم ستنحني أمامه وتطلب ما تريد؟ فكيف الحال مع الرب؟ إخوتي، الجلوس أثناء الطلبات التي يطلبها الكاهن لا يتماشى مع روح الصلاة والعبادة. منذ 60 عاما لم يكن هناك مقاعد بالكنائس عدا صف واحد بجانب الحائط لكبار السن والمرضى، وحتى هذه المقاعد مرتفعة قليلا لتكون غير مريحة نوعا ما، أي غير مرفهة. وعند وقت الطلبة السلامية والطلبات عامة كان المؤمنون ينحنون أمام الرب أو يركعون ليطلبوا منه. إذن هبوط الناس من انحناء وركوع حينها هو للإجلال. بالطلبة السلامية الكبرى وغيرها من الطلبات نقف ونقف ونقف وننحني أمام الرب العظيم ونطلب منه الرحمات وغفران الخطايا، متوسلين أن يساعدنا ويعيننا على التغلب على المعاصي، ونطلب أيضا البركات الروحية أولا، أن نعيش بحسب مشيئة الرب ورضاه، ونطلب البركات الأرضية، السلام والأمان والوفاق والخيرات وغيرها، لأن كل عطية صالحة وكل موهبة كاملة هي من العلاء منحدرة من لدنك يا رب، وإليك نرفع المجد والشكر والسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.